السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين؟ كي دايره صحتكم؟ مزيانين؟ نتمنى ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ويكون اموركم طيبه واحوالكم جيده. المهم البنات، لقيتوني على خير شكوازه 13 ديال الينا. لحقاش دابا راني ديال الطبيب، خرجوا له واحد الفطريات البنات في لسانها، وهاد الصباح حتى بشنيه فاتها. داكشي علاش راني دابا غندي هاد الكلينيك ضروري عند الطب ديال الاطفال باش نشوف شنو عندها. قالوا لي لحقاش قريت انه خطر، انه يقدر داكشي كيمشي حتى لمسرناتها وما عرفت اشنو. المهم اللي كنقرا وهنا زدت لها الحليبه ديالها باش حتى الا بكات لي ولا ماشي عاد نقلب على الصدر باش ترضع. البنت مازال ما بغيتش، ما جبدتلهاش الكروسه باش نقادها، لحقاش خصها تمونطا. مازال ما جبتهاش، راها في القطاع. انا عندي لها هذا باش يبقى سخون هذا الحليب. وحميد هازها ثقيله، مسكينه خفيفه بحال الرويشه. انا كنساي الدكتور بناني هنايا، شوفوا انا شنو دايره الشعر، وليت امي شعر. يلا كنساي الدكتور بناني، جاو دابا عاد قالوا لي راه عادي داكشي اللي كاين في السين ديالهم، ولكن قلت لهم بعيطوا لي الدكتور الاطفال باش نزيد نتاكد. وراني كنساي الدكتور الاطفال يجي. انا راني خرجت من الكلينيك دابا، وراني جايه لهنايا للفرماسي نشوف فين كاين البيرمانوس. اليوم اثنين، هاد النهار اثنين، كنقول واش هاد النهار اثنين، كيقول لي اجي. ايوا يلا. انا قلت لهم بغيت الدكتور بناني. دابا حنا غادينا البنات، لقينا البيرمانوس كاينين جوج، كاين واحد في تازا الفوق، واحد في سميتهم، واحد لتحت الطريق الوحده. اليوم اثنين كاين بيرمانوس جوج. شنو بغيت نقول لكم؟ باش نتوما الا وقعت لوليداتكم شي حاجه، راه الطبيب قال لي انه راه بصح. قلت له دكتور راه واش تقدر زعما هكا كيهبط لها؟ قريت انه يقدر يهبط لها المسرناتها. قال لي اه كاينه هاد الهضره، قال لي يقدر داكشي. قال لي حقاش لي شامبينيون راه كيجيو فطريات من الميكروب، وانا السبب هو انني دايره لها القرعه ديال البلاستيك. قال لي خصك تبدليها لها وتاخدي لها الرضاعه ديال الزاج، وحده سميتها دودو وشنو اخرى نسيت سميتها. المهم هذيك اللي معروفه بزاف، راه نسات لي السميه ديالها. قال لي هادو خصكي ضروري ديال الزاج. قال لي لحقاش البلاستيك كيدير لها الميكروب، ولاتيتين ديالها الحايه. قال لي ضروري خصها تبقى تعقميها، ضروري تعقم. انا قلت راه من الصدر ديالي ولا؟ قال لي لا راه ماشي من صدرك، راه من الهايه ومن الحليب. دابا خصني ناخذ لها الحليب ديالها. قال لي من الهايه ومن الرضاعه. دابا قال لي خصك تبدلي لها داك الرضاعه اللي عندها ديال البلاستيك، حيديها لها. شوفوا حميد فين حط البنت. هيا 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 هزها هيا. ايوا هذا مكان البنات. اراني غير تليفونك نوريكم شنو الدواء اللي خرج لي الدكتور بناني. خرج لي هذه البنات داك طاغين. ها هي بحال بوماده كديريها لها هنايا. دابا هذه معلقه صغيره وهذه معلقه كبيره. يلا لقيتوني درت لها انا هنايا في معلقه صغيره، قال لي ديري لها في معلقه صغيره، وهنايا معلقه كبيره. زوينه بزاف ديال الناس جربوها هذه البنات. بعدا باش نعطيكم حتى معلومات للناس اللي يلا عندهم وليدات، ويلا يلا التجربه ديالكم الاولى كيفي. انا صراحه انا كنت تخلى اي حاجه، كانت كنهبط كنجري لا كلينيك. دابا وليني هادو يعني هذا ارجو ما كانش خاصني نجلس، حيت قال لي فعلا انه داك الشيء راه
داك لي شامبينيون اللي كيكونوا عندها في اللسان يقدروا الله يستر يهبطوا لها على حنجرتها، يهبط داك لي شامبينيون متسلل في الذات ديالها. وخلاص هذاك دير 53 درهم هاد البوماده هادي، وخرج لي هادي حتى هي ديال باش كتجيب ديال داك الحنينه اللي كتكون في نفاح نفاح مسدود. درت لها الحليب ديالي باش زعما يتحل ساعه والو ما تحلهاش، وخديت لها هادي قال لي باش تجيب ديالها الا كان نفاح عامر بزاف ساعه نفاح ما عامرتش ما عامرتش ما عامرش. وخديت لها هادي ستيريما ديال الماء ديال البحر. هادو البنات ضروري خص يكونوا عندكم في الدار دائما، خصوصا هادي هادي هذا ماشي اوبليجي انه يكون عندك في الدار، يعني حتى الا لا قدر الله وكانت عندها بنيتك ولا وليدك وجاهم داك داك الفطريات اللي كيكونوا في المهم. البنات لقيتوني يلاه خارجه دابا، عرفتوا ماما قالت لي مالك على داك الحاله، نوضي قدي راسك شوفي زعما قديت راسي واخ ما قديت راسي ما والو اش خدمت وخلطت مرات ما عارفين اختكم ما عندهاش مع الفندوطه، ما عنديش ماشي حاجه سميتها الفندوطه يعني ما كتعجبنيش. ايوا ودابا وجهي دبال خصني ناخذها دابا ولات من المهم. شرا راه حنا غادي دابا نخلصوا الويفي اليوم، لحقاش لحقاش الويفي الويفي ما خلصناش هاد اليومين، جات مع السبت وحد سالنا الشهر ايوا ما خلصناش، ودابا غادي نخلصوه وغادي ندوز ناخذ واحد التخديه خاصني ناخذها ضروري. ايوا صافي راني في الشارع محد ايرينا ناسا خليتها مسكينه الماما خليتها الماما. تنعاود لكم البنات لقيت صعوبه في الطاكسي ما لقيناهاش. مهم احنا دابا قرابين بنات، راني مشيت خديت داك مشينا خدينا داك الشيء خاصني غير هكا غير خفيف. ايوا دابا راه حنا دايزين انا وحميد غادي ناكل طيب وهاري. وطارق شنو تاكل طارق؟ شنو تاكل؟ شنو تاكل؟ غادي ناكل البوبوش. البوبوش ايوا. وغدا ان شاء الله عندي عاوتاني الطبيب، ثلاث ايام ديال الطبيب، غدا ان شاء الله غنكمل شهر. شحال غدا في الشهر؟ عشرة تاع 11 نكمل شهر، وغادي نبعث لعند الدكتور بن طالب باش يشوف لي الجرحة كي بقات، واش صافا واش ماشي صافا، شنو كاين شنو يتعاود شنو خاصني، و او ميم طون باش يخرج لي الكينه. ايوا صافي هذا ما كان الكوش اللي كندير، راه كندير هذا فيه 40 حبه كيدير ب 57 درهم. هذا هو اللي كندير، كنجيب لها دائما جوج هذا يلاه تسالات لها. هذا البنات شوفوا هذا لبست بيجاما، هذا البنات تاع بشرى، ها هو غلايك غلايك ها هو الاخر ديالك بشرى، درت فيه البارح درت فيه الماء سخون باش كنمسح الصدر صدرك قبل ما تبغي تردي له، اما بغيت نرد على البنت كنبغي نمسح. ايوا شنو اخر سرجم؟ ايوا هذا ما كان البنات. Until we were tired, baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days. I miss you, I miss you. إما بنات أنا ملي كنقرب الناس كنديرهم هنايا، كندير لها هادو لي كوش ديالها، كندير لها كريم دو شونج، شوفو عاد تسالات كريم دو شونج، كندير لها هدا بيبي باودر، كندير لها كينطا البنات الكينطا لداك التوته اللي كتكون عندهم مساكن اللي كتخليهم كيتعسرو، وكندير لها الميزان في حاله ما كانت شي حاجه. وهذا نتاع لي غاز ملي كتبغيش تنعس لي كاع كندير لها 5 ديال القطارات من هذا، حيت كله غير اعشاب ومقيس باش الكاش عندي في الاحمر كنبقى نقطع منها انا نوريكم وسقط لها هذا، كنبقى نقطع من الكاش اختي في الاحمر باش كندير لها حيت كتجيها شهاقه شهاقه نهاقه.
صافي ولانجيت ديالها راه ليات سلالة هذا قبيله تفكرتو ونسيتو قبيله زعما بغيت نتفكرو وصدقت ناسياه ديال سميتو ويلي سقط الله عليه مقطن المهم نسيت سميتو ايوا وهذاك صافي كنحطوهم حدايا باش ملي كتنوض كنلقى كلشي حدايا ماشي عاد نبقى نقلب على لانجيت فين جاو وليكوش فين جاو وهذا فين جاو وهذا فين جاو كلشي كنخليه هنايا هادو جابتهم لي مسكينه بشرى كادو بشرى ليلى كادو مسكينه وكيتحتاجوا الصراحه. المهم بنات شنو هاد التقليه جبنا هادو على الطون كتبغي تاكلي جبت صافي طوالي بحشاكم بسم الله وجبت هاد البطاط باش الليل كيجيني الجوع وما كنلقى ما ناكل جبت هادو باش تنديرو البيتزا الدوار هاد لاباط كدير 5 دراهم البنات فيها 3 هادي او شنو اخر هاد الفرماج هذا كيكون محكوك ديال هذا كاتر فرماج هذا كاتر فرماج وهذا موتزاريلا عادي هذا وزبيده باش نبقاو نفطروا. هنا جبنا ثلاثه دجاجات هنا جبنا شويه ديال التين هنا شويه التفاح البصله اخوتي اللي كتنفع الصراحه هذه كتنفع لكم واحد الدرجه ما نقدرش نقول لكم كيفاش كتنفع لكم حشاكم ديال الجبن ميكا ديال الزبل صراحه كينفع Until we were tired, baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you, I miss you. راه ماشي انا اللي صفراء راه التريا اختي اللي راداني صفراء هي دابا كتبدلوا لها الالوان هانتوما شفتوا ملي كتبدل شوفوا كنبغي نعطي لراسي الطاقه الايجابيه وكنبغيش نعطي لراسي الطاقه السلبيه شنو بغيت نقول لكم بنات على حساب النباغات اللي قلتوا لي في البيت ليه غادي نحيدهم ان شاء الله غير كنسين نوقف مزيان باش غادي ندير شي جمعه للدار قبل الربعين ان شاء الله ديال بنتي بعدا بالمناسبه واحد البنت قتلتني بالضحك قالت لي منى ما تبقيش تقولي البنت قولي بنتي واش قلتها لكم يمكن راها بنتك زعما ويا اختي بنتي غير انا مازال ما ولفتهاش بنتي ها هي ناري راه باقا ما ولفتهاش بنتي راه بنتي ولين ما بقى ما ولفتش نقول لها بنتي كتجيني في شيش كنقول بنتي لدرجه انا بعض المرات كنبقى كنشوف داك هكا كنقول وي يا ناري واش هادي بنتي دابا هادي بنتي انا كيفاش وعلاش والناس وكيفاش وقع وعاد وانا حامله صافي ولات صافي هادي سبحان الله العظيم الدنيا كطير والوقت كيمشي كيجري وكلشي كيجري مهم ما عرفنا اختي ما عرفت ندير الراس بالراجل ما عرفت ندير الراس بالبنت ما عرفت ملي كيضغط يولد الانفجار عرفتو منين عرفتو منين كيقوى عليك كلشي 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 كيقوى عليك غير انتيا كتولي صافي كتولي انت براسك ما حاملاش راسك دابا مثلا انا براسي راه ما حاملاش راسي كلشي قوى عليا انا كلشي غير انا منى 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 من جميع النواحي فيما تدوريها منى دوريها منى دوريها منى فيما تدوري من جميع النواحي كتلقيه ليك الضغط غير نتيا كتولي سبحان الله راسك ما حاملهاش. بالنسبه للبنات اللي كتسولوني شنو درتي الريجيم شنو درتي الريجيم ما كناكلش الخبز من نهار قبل ما ندير العمليه ما كليت الخبز ما بطاتش الخبز شحال سميتها الخبز ما كناكلهاش ابدا كنشرب اتاي وانا اصلا فيا فقر الدم والعمليه وراكم عارفين الولاده بالعمليه راه كتدي لك نصف صحتك راه ماشي بحال الولاده الطبيعيه كتولدي كتنوضي تاكلي مع راسك اللي بغيتي انا دوزت داك السيمانه في الكلينيك
ما كنتش كناكل على حساب الخصوصه الخبز ما كناكلش كنشرب غير الجاري وتا داك الجاري ما كنقطعش فيه عندك قال لي الدكتور ما تاكليش في داك الاول حيتاش على حساب المصاران وعلى حساب القصوحيه ديال الكرش وهذيك كان قال لي بزاف د الحوايج ما تاكليهمش كنت الاكثريه كنشرب غير الخضره صبه صافي ما كنت كناكل والو بحال لي المعده ديالي ولفت انها ما كتاكلش ولفت انني ما كناكلش زياده على ذلك الرضاعه اختكم وليت كنموت على اتاي بحال لي واخا باقي فيا فقر الدم وخرج لي الطبيب دوز فقر الدم قال لي ما تبدايش دابا ما عرفت فوقاش غنبداه غير واخا هكاك كنشرب اتاي كنموت عليه شي حاجه سميتها اتاي كنشربو بزاف صافي دابا البنات غادي ما بقى والو ان شاء الله غدا بيض غدا غادي نمشي نشوف الجرحه شنو يقول لي الطبيب وكل شيء ان شاء الله يكون كل شيء بخير وعلى خير يا سيدي يا ربي ما نكذبش عليكم جاي لي الناس بقيت كنعس ابدا ما بقيتش كنعرف شي حاجه سميتها الناس وانا فرحت بزاف منين رجعت هكا حيت كنت موحشه راسي دابا تخيلوا الملامح كيبانوا العوينات كيبانوا الحنيكات كيبانوا هكا الشيبات كيبانوا وجهك كيبان يعني ملامح ديالك كيبانوا شنو غيبان حتى حاجه غتباني كي الخبزه ها الخبزه يا اختي محطوطه مزطوطه ما نكذبش عليكم ما بغيتش نزيد نضعف كثر من تحت يعني بغيت نبقى بحال هكا ولكن ما بغيتش نغلط في وجهي ما عنديش مع الغلط ديال الوجه ما كنحملش شي حاجه سميتها الغلط ديال الوجه حيت كتباني كبيره على لاج ديالك كتباني ما كتجيش زوينه تمشي ديري غير ماكياج ما كيجيش معاك عكسها ملي كتكوني هكا الملامح ديالك واصلا كتباني في لاج ديالك كتباني صغيره المهم الينا راه مع ماما كتبدل لها عرفتوا شنو ولات اخوتي تموتوا غير بالضحك السيده ولات كتنوض لي مع 5 الصباح كتنعس هكا مع داك الجوج 3 كاع تنعس لي المهم كتبقى المهم كتنعس ساعه وتنوض ساعه تنعس ساعه وتنوض ساعه 3 كتنعس كتنوض مع 5 كتعطيني داك جوج سوايع ديال النعاس ملي كتنوض مع 5 كتبقى وا 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 نهالي بها نهالي بها ندير لي درت ما كتبغيش تنعس كتديها ماما حداها وتنعسها عاد كتنعس الا ما داتهاش ماما حداها راه ما كتبغيش تنعس لي كاع كتبقى تغوت البارح ماما بقات بقات هكا معاها بقات ما جاتش عندي ايوا بقات تغوت 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 وبغات تسكت شو بغيتي يا حامد ماذا بغيت نبلع الباب هزو تتردو راه حابسه الماكينه ايوا هذا مكان غزلاتي بالنسبه للناس اللي عندهم وليداتهم وتا هما يقدروا يجيهم بحال هكا يجيهم داك لي شامبينيو هكا في لسانهم راه كيدور البنات تاع علاش شنو في البارح كان عندها غير في اللسان هاد الصباح صبح لها حتى هنايا في هاد الجهه هادي هنايا هنايا صبح لها في صبح لها داير على وجهها على اللسان ديالها فما وهنايا المهم صبحات مسكينه من الاخر داكشي جديتها كنجربيها خذوا هذاك زوينه البنات تقدري تستشري الطبيب ديالك عليه زوين حيت هذا النهار منين درت لها غير مره واحده قبيله في الاخر اللسان الاول ديال اللسان ديالها راه ما بقاش فيها يعني ما بقاش عندها فيه بدا كيتحيد لها داكشي قلت لكم زوين والله العظيم افيكاس يلاه جربتو لها غير مره واحده يلاه درتو لها مره واحده دابا لقيتوني غنمشي نغسل يدي ذاتي وداكشي باش غنمشي ندير لها عاوتاني المره الثانيه وهذا ما كان غزالاتي كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو تهلاو على فراسكم وكنحمق عليكم كنحاول انا نشارك معكم كل شيء سواء زوين سواء خايب وان شاء الله نتسناو فيديوهات اللي غيكونوا حماسيين شي حاجه توحشوني في الروتينات ديال الدار وداك الشيء ان شاء الله غنديروا روتينات فلوغات منين غتكمل الينا 40 ديالها غادي نخرجوا نبقى نخرجكم معايا تكون حتى هي معانا ان شاء الله الحفله ديال 40 ما غاديش تكون حفله وانما غير نقطع لها الشعر ديالها وغادي نتبعوا السنه ديالنا انه الشعور ديالها كيتوزن بالذهب وكيتخرج داك الذهب اللي كتوزنيه لها هكا بالذهب كتخرجيه صدقه ومهم بحال هكا يعني هذيك شحال هذه كانت الفضه يمكن حيت ما كانش الذهب ما دابا ولا كيخرج بالذهب هذا ما كان غزلاتي وخليو لي التعاليق ديالكم شنو كيدار وكل شيء باش هكا ناخذوا فكره حيت راه ما بقى والو واكيد غادي ندير انا واحد الحنينه اللي بلديه ماشي حنه حمراء ولا حنه لا غادي ندير حنه الخضراء النقش البلدي ديالنا هذا ما كان الحبيبات ديالي تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله بيزو ليكم كاملين باي باي